طيب بالاكسرسايز 9 بيج 21 الكتاب الرسمي عندكم معطينا انه في تو سيركلز عاملين تانجنت على خطين ثانيين. هاو تو سيركلز ليجوا تانجنت على خطين ثانيين بنفس الوقت؟ بدنا نرسم اول شيء قلنا الانجل. نرسم الانجل اللي هي بتمثل تو تانجنت، بعدين بنرسم السيركلز بقلبها للانجل بيطلعوا سيركلز تانجنت على خطين. مثلا قلنا اول شيء رح نرسم الانجل. هيدا الانجل اللي هو رسم. هيدا الانجل هون شو اسم الام؟ وهون مثلا عندنا لنقول واي واي رح طول عنها. هيدي واي وهيدي شو؟ X. مثلا X. خلينا نسميها بالمصدر الأحسن. طيب. عشان نرسم الـ circles tangent للخطين، شو لازم نرسم أول شيء كمان؟ باي سكتور. لأنه الباي سكتور بيكون محطوط عليها شو؟ السنتر للسيركلز، يعني تانجنت لأول خطين بنفس الوقت بيكونوا موجودين على الباي سكتور. أكثر من هيك، إذا شغل. فرضوا كان عندنا تريانجل، حكينا قبل مره لهيدي زي انا تريانجل اي بي سي، لترسموا سيركل تانجنت لاقطه خطوط من باي سيكتور نعمل كم باي سيكتور؟ ما نعمل فينا نعمل ثلاثه باي سيكتور بيكفي. نعمل تو باي سيكتور، مثلا هذا باي سيكتور هون واحد من الاثنين، مثلا هذا وهذا هون ميتنج بوينت. ما طلع ما التقى شو بنقول له؟ ان سنتر يا حبيبي. برجع بتقول لي اورث سنتر. الأرث سنتر هي الميتينج بوينت للهايتس. سجل عندك براس الصفحة الهايتس ميت أت الأرث سنتر، بتكتبها 10 مرات. الإن سنتر هي الميتينج بوينت لمين؟ للبايسكتورز. فإذا كمان نرسم بايسكتورز مثل ما هون بدي أرسم، انتبه بدي أرسم تو سيركلز تانجنت على هو خطين، السنترز تبعتهم وين لازم يكونوا؟ على البايسكتور. كمان هون السنتر للسيركل اللي تانجنت على ثلاث خطوط موجودة على الباي سكتورز. عرفت شو؟ بس لأنه عندي أكثر من أنجل هون بدي أرسم أكثر من باي سكتور. مطرح ما بنتوها بتكون هي السنتر للسيركل اللي هي تانجنت لثلاث خطوط. ممكن مثلا أكثر من هيك. مثلا هون عندنا لنقول ريكتانجل، هيك ريكتانجل. بدي أرسم سيركل تانجنت على ثلاث خطوط بهذا الريكتانجل. بدي اسمه وش الدياجونال؟ بدي ارسم سيركل تانجنت على ثلاث خطوط بقلب من مت تو باي سكتور، مش تو دياجونالز، لانه دياجونالز والريكتانجل هن مش باي سكتورز للانجل. من مت بس باي سكتور لهيدا لنقول، باي سكتور لهيدا مطرح ما بيتقوا بتكون هي السنتر، هي السنتر للسيركل لتانجنت بتطلع تانجنت عها وعها وعها بتطلع هيك. عرفت شو؟ بتطلع ثلاث باي سكتور على ثلاث خطوط. يعني فإذا السنتر للسيركل اللي بتيجي تانجنت على كذا خط بتكون موجودة وين؟ على البايسكتور. إذا كان عندك أنجل واحد بترسم بايسكتور واحد، إذا عندك أكثر من أنجل بترسم أكثر من بايسكتور. مطرح ما بيلتقوا بيكون هي السنتر للسيركل. ماشي؟ وكيف بترسم هال بعد أنت بحاجة لترسم السيركل بحاجة لسنتر وشو؟ وراديس. طيب أنت عرفت السنتر، كيف بتعرف الراديس؟ من وراء العين. لما أنا تانجنت لما هي السيركل تانجنت على الثيتا بتعمل بربنديكولار. ما الراديوس عندي معك السنتر فيك تعرف، والتانجنت فيك تعرف الراديوس، لانه الراديوس بيجي بربنديكولار من السنتر على هي التانجنت، يا على هيدا يا على هيدا الخط يا على هيدا الخط، هيدا واحد منهم هو يعتبر راديوس. عرفت شو؟ طيب هون نفس القصة بس عندنا انجل وحدة بحاجة لشو؟ بايسكتور واحد بس. كيف بدنا نرسم الباي سكتور؟ بشو بنرسم الباي سكتور؟ في كذا طريقة. يا بتجي نقيس بالسيمي سيركل هيدي، نقيس قديش هي الانجل تاعتها اللي احنا رسمناها. بس انا راسم هون، لك في عندنا هون زيرو وهون زيرو. من اي قيمة بنعد؟ من تيجي من اي زيرو بنعد؟ من اللي على الانجل. من اللي على الانجل من هون؟ 0 10 20 30 هاي عندي 34 تقريبا. 34 قديش نص صار؟ 17 0 10 17 لهون. هيدي يعني بصل الام لهون وطول الخط بيكون هو الباي سكتور.
هاي أول طريقة. في طريقة ثانية بالبيطار. أول طريقة شو يعني شو بنعمل؟ بنقيس قديش الأنجل بحسب نص. بنعمل بايسك. طريقة ثانية بالكومباس بالبيطار. حط الإبرة على الأرم هون. ماشي؟ وبعمل هاي الأرك. برجع حط الإبرة مرة هون ومرة هون. بس بده يكون على المرتين حافظ نفس الفتحة. مش الفتحة القديمة، ممكن اعمل فتحة جديدة غير هاي القديمة، ممكن خليها هي زاد. بس المهم انا عم برسم على تو اركس من هون ومن هون لازم يكون نفس الفتحة. رح وسعها شوي انا. هيدا ارك هون وهيدا ارك هون. مطرح ما التقوا مطرح ما التقوا هون بيكون هو شو وصل من الام لهون بيطلع هو البايسكتور. عرفتوا كيف؟ تعلمتوه انتم بالشو بصف السادس. طيب هلا رح وصل انا البايسكتور. وصل البايسكتور. هذا البايسكتور. هذا البايسكتور اللي حيكون عليه شو؟ السنتر. بحط اول سنتر هون انا. شو اسمه اول سنتر؟ او. او. وثاني سنتر بحطه هون. اسمه بي. بي. طيب هلا حطينا اول سنتر. بدي ارسم السيركل. انتبه على اللوح. بدي ارسم السيركل. اذا معي السنتر ومعي هالخطين شو عاملين على السيركل المفروض؟ تانجنت. لارسم السيركل بحاجه لشو؟ للراديوس. الراديوس كيف برسمه؟ برفنديكولار. من وين؟ من السنتر على هيدا التانجنت او من السنتر على التانجنت اللي تحت. كيف برسم perpendicular using the set square؟ أنا بدي أرسم perpendicular على مين؟ على البايسكتور ولا على التانجنت؟ على التانجنت. فبيجي أحط المسطرة هيك، بستعمل هيدي الميلة أو هاي الميلة. بس هو بتنتين. هيدي مخصصة، هاي ما بتعمل زاوية 90، في هول اللي عامل زاوية 90. مش هيدي زاوية 90؟ هذا اللي بستعملهم مع بعض. حط المسطرة مثلا على تانجنت فوق أنا. قربها لعند مين؟ السنتر. لعند السنتر أو، بس وصل عند السنتر أو فيني أرسم شو؟ هيدا الريس. وبفتح هلا بشكل ابري على الاو وبفتح البيكار اللي عند هيدا وبرسم زي بيطلع تانجنت على هي وعلى هي. وفيني اعمل لتحت كمان بعد المسطرة على تحت مش على هيدا البايسكتور. انا ما بدي ارسم بربنديكولا على البايسكتور، برسم بربنديكولا على التانجنت. عرفتوا شو؟ او هيدا اللي تحت كمان نفس القصة. هني بيطلعوا مني زي بيطلعوا ايكول لبعض اصلا نفس الثاني. واضح؟ كمان نفس الشيء من هون. لارسم السيركل اوف سنتر بي شو لازم اعمل؟ بعمل بربنديكولار من البي على التانجنت مثلا هيك. حط المسطرة على التانجنت فوقاني بقربها لعند البي بهذا الشكل. خلي المسطرة متطابقة على التانجنت فوق. هيدا التانجنت، هيدا الريديوس للسيركل الجديد. هلا شو بدنا نصنع في السيركل؟ بنحط الإبرة على السنتر، بنحط التانجنت، بنحط الإبرة على السنتر الجديد على السنتر أو وبنفتحه لعند التانجنت. بفتح لعند التانجنت. ماشي حالك، شفتوها كيف؟ هيا هلا شو بحكي لك اذا من تحت كمان رح تضغط فيها هيدا كمان نفس الشيء. ماشي؟ هيا رح تحكي بالسيركل رح تحكي بالتانجنت حال. شفتوا كيف؟ تفضل. هيدا السيركل الأولى نفس الشيء. تمام رح اعمل نفس الشيء هون بالسيركل الثاني. بحط الابره على البي وافتح بكار كمان لعند التانجنت لعند الريدس. عشان بنحطه بالداخل اللي صار. لازم هلا كمان بس نرسم السيركل شو يعمل. يحط بالسيركل يحط بالخط التحتاني. عشان المعجون عم تكبس عم بتغير الريديوس معي. شو؟ عشان المعجون عم تكبس معي. طيب بعد ما نصنع خلينا نرسم الريديوس لتحت كمان. احنا خلصنا خمس سيركلز. اللي رسم البايسكتور مظبوط اللي رسم البايسكتور مظبوط السيركل طبعا مظبوطين.
اما اللي رسمه حي الله مش على الطريقه اللي خليتها على الله راح يطلع معه على السيركلز مش هيطلع معه تنجن مش هو ولا قمت على بره هذا الرجل الثاني اللي جاي من السنتر في ليمون واضح؟ هاي السنتر اوف طيب واضح لهون ولا لا؟ هاو دي تو سيركل بالسنتر شو اسمها هاي النقطة اللي هون؟ اي هاي دي اي هاي دي هون تي هيك رسمنا نحن تو سيركل تانجنت للام واي والام اكس السؤال الاول عم قال لي برهن الام والاو والبي شو؟ كولينيا كيف بنبرهن كولينيا نحن في عنا معطيكم اني اربع طرق اذا عنا هاو ثلاث نقط مثلا لنقول اي بي سي ثلاث نقط بدي برهنهم كولينيا اذا هاو ثلاث نقط عملوا زاويه 180 شو بيكونوا كولينيا اذا مثلا اي والبي والسي لنقول هيك هيدي بي وهيدي سي اذا عملوا 180 ديجريز بيكونوا شو كولينيا اذا كمان الاي والبي والسي عملوا خطين بارلل على نفس الخط يعني مثلا A B وال B C كانوا برا على نفس الخط لنقول عنا خط اسمه U قلت لك ارسم خط A B parallel على U كيف ترسم؟ مش هيك؟ مش هيدا A B parallel على U parallel هون مظبوط؟ طب قلت لك ارسم خط B C من ال B ارسم خط اسمه B C parallel على U كمان اي بس بتيجي بتطول هيك مثلا لهي المايلة او لهي المايلة وبتحط ال C صح ولا لا؟ فشو بيطلعوا ال A وال B وال C؟ كولينر بس يكونوا عاملين ال A وال B وال C عاملين خطين parallel على نفس الخط وفي نقطة مشتركة بيناتهم بيطلعوا كولينيا كمان إذا عندنا خطين perpendicular على نفس الخط وفيهم نقطة مشتركة كمان بيكونوا شو كولينيا عرفتوا شو؟ أو إذا أخذنا بأول درس بالألجبريك إكسبريشن إذا جمع خطين بيساوي ثالث واحد مثلا AB plus BC equal AC إذا AB plus BC equal AC بيطلعوا الـ A والـ B والـ C كمان كولينيا هلا هون وحدة غير يعني جاية من البروبرتي الثاني نحن الأنجل كم عندها بايسكتور؟ الانجل هلا هو بالحقيقه الانجل في عنده تو بايسكتور واحد اسمه انترنال بايسكتور واحد اسمه اكسترنال بايسكتور انتبه هلا بس هيدي انجل لنقول لنقول هيدي اكس او واي هذا اللي بنرسمه هون اسمه انترنال بايسكتور في شيء اسمه اكسترنال بايسكتور وما بنحكي عنه نجي بنطول الاو واي لبرا بنعمل بايسكتور الانجل اللي هون عرفت شو؟ هيدا اللي مرة بنقول له شو؟ external bisector للانجل الاولانية هيدا ما خص انا ما خص اكبر الوظيفة قلنا بتطول الخط من تحت وبتعمل bisector للانجل البرانية هيدا اسمه external bisector لهذيك الانجل bisector اللي جوا جوات الانجل بنقول له internal bisector وهيداك اللي برا بنقول له external bisector بس هيداك ما بنشتغل عليه ما لنا شغل فيه نحن عم نحكي بقلب الانجل كم فينا نرسم bisector لهذي الانجل؟ واحد اللي هو هيدا الـ O الـ M O أو الـ M P ماشي؟ طيب هلا بما إنه الـ M A والـ M A هن تو تانجنتس شو بقول عن الـ M O؟ بايسكتور كمان الـ M N والـ M T مش هن تو تانجنتس على السيركل C برايم هن اسمها C هي اسمها سيركل C واسمها سيركل C برايم شو بنقول عن الام بي؟ شو بنقول عن الام بي؟ بالام او والام بي هن بايسكتورز لكذا انجل ولا نفس الانجل؟ نفس الانجل اللي هي مين؟ للانجل ام صح ولا لا؟ فهن اذا هن تو بايسكتورز لنفس الانجل نحن بنعرف انه الانجل بس عنده 1 بايسكتور 1 انترنال بايسكتور معناتها هو تو بايسكتورز شو؟ كولين كونفاوندد منطبقين مع بعض اذا انجل نحن الانجل بنعرف انه عندها 1 internal bisector بس إذا بيّن أن عندها 2 internal bisectors معناتها هو 2 internal bisectors هن نفس الخط لأنه ما عندها إلا واحد جوا عرفتوا شو؟ الأنجل كم عندها إنها internal bisector؟ واحد طيب عم تقول الأم هو bisector للأم والأم بي هو bisector للأم كمان معناتها هو الخطين هن خط واحد يعني هن ساعتها شو بيعملوا الأم والأو والبي كولين واضح؟ هذه رح نكتبها اول شيء رح نقول له انه الام اي والام اي هن تو تانجنتس اشيد فروم سيم بوينت تو سيم سيركل رح تطلع الام او هي بايسكتور لهي الانجل ونفس الشيء بالنسبه لثاني واحد تطلع الام بي بايسكتور لنفس الانجل لانه اثنيناتهم بايسكتور لنفس الانجل معناتها هن هول خطين كونفاوند متطابقين يعني بيصيروا نقط قليله واضح فينا نبرهنها بطريقه ثانيه فينا نقول انه
الساكن سي والسي برايم هني بنفس الانجل والاو اي ايكوال للاو اي ما خاص بعد الاوكتينجن سي هني طيب الى ايكوال لبعض بالتو سيركلز فاذا الام هي ال في انا بالطريقه الثانيه اخذوها انتم بصف السابع كمان هي اذا بدنا الاو نقطع على البايسكتور كمان كله على البايسكتور بدنا الاو نقطع على البايسكتور والبي نقطع على البايسكتور فبيصيروا الام والاو والبي الاو نقطع على البايسكتور للام والبي نقطع على البايسكتور للام فبيصيروا ثلاثه مخولين كيف اذا الاو بعيد نفس المسافه عن هذا الخط وهذا الخط يعني الاو على البايسكتور بس ما بيك تقولي او اي ايكوال او اي بتقولي الاو اي ايكوال او اي اند الاو اي والاو اي عاملين بيربنديكولار على الخطين هون كمان نفس الشيء بالنسبه لهي بس تحكي هيك مثل ما انت قلت بتقولي ساعتها الاو موجوده على البايسكتور للام والبي موجوده على البايسكتور للام يعني هن صاروا شو كولين وفينا نقول اللي حكيناها قبل شوي ماشي رح بلش اول شيء يعني التانجنت الاول من هو الاي في ام اكس وام واي هذا اسمه ام اكس وام واي مش رح اقول اني ام اكس وام واي قول ام اكس اند ام واي ار تانجنتس الاول سيرفري ار تو تانجنتس ايش شود From circle show C. Center. شو center تقول؟ أو. أو. وين عاملين tangent؟ At شو؟ At E and F. والله at A and F. عفوا at E and A ولا at A and D. بديقول أنا بالترتيب. من أول tangent سميته. A. Max. من at A بالأول. At A and D. ماشي. then حسب الرول بصير الأم أو شو هو؟ is a bisector or is the bisector of شو؟ of circle لا بس ام او بسكتور للسيركل بالخط بسكتور لمين يا استاذ؟ للانجل ام اللي هون هي للانجل ام ولا للانجل او بس نحن بحاجه انه بس نبرهنهم اثنيناتهم بسكتور للانجل واحد اللي هي الام ماشي؟ يعني الام او والام بي بسكتور رح يكونوا للام الانجل المشترك اللي هن بسكتور هي الام of شو اسمها y m x رح سميها y m x فيني ولا e m a مش مشكلة فيني ولا n m t فيني ولا y m x كله بيمشي الحال طيب كمان البايسكتور الثاني نفس الشيء رح احكي يلا m x and m y شو ايش بون are two tangents it should from same point m تو شو؟ سي برايم سيركل سي برايم اوف سنتر بي اوف سنتر بي وين عاملين تانجنت؟ على تي اند اند على تي اند اند ريسبكتيفلي يعني بالتتابع يعني اول نقطة بتكون لأول تانجنت بتكون نقطة لتاني تانجنت فوق ما مش ريسبكتيفلي ذن الأم بي ريسبكتيفلي ماشي ريسبكتيفلي ذن الأم بي شو بتصير؟ إذا بايسكتور اسمها بايسكتور واي ام اكس كمان اوف واي ام اكس اوف انجل واي ام اكس طيب واي ام اكس كم صار عندها بايسكتور هلا هون؟ 2 ايه ذن صارت الام او وين؟ الام او ان الام بي ار بايسكتورز ار بايسكتورز اوف ذا سيم انجل اوف ذا سيم انجل اللي هي مين؟ ام بالضبط اسمه واي ام اكس يعني اذا عندي بايسكتور بنفس الانجل خلينا نقول انترنال من جوا ار ذا انترنال بايسكتورز انترنال بايسكتورز اوف سيم انجل واي ام اكس يعني هنا المفروض شو بيكونوا؟ كوليدد بيكونوا كونفاوندد بالطبعين ذا ام او اند ام بي ار كونفاوندد are confounded بالطبعين مما يعني points am okay therefore am o and b are collinear are collinear واضح؟ هيدي الفرع الثاني شو عم يطلب؟ عم يطلب AT equal AM هو هذا part 1 كان عم يقول لي شو انه الام والاو اند بي ار كولينير شو ذات AT البارت الثاني البارت الثاني شو قلت؟ AT equal to AN AT equal to AN
هات لنشوف هل الاي تي ايكوال للان، هل الاي تي اللي هون ايكوال للان ولا هون مطلوب منا نبرهن الاي ان ايكوال للاي تي. هون الاي ان هي عباره عن شافة الامن كلها ما عدا شافة الامنين، ماشي؟ الاي ان هي شافة الامان بس قصين منها الامنين، كاتبين منها الامنين، يعني فينا نقول الاي ان ايكوال امان ماينس امنين. نفس الشيء الاي تي هي عباره عن الاي تي كلها بس قصين منها شافة الامنين، يعني الاي تي ايكوال هيدي الشافة كلها ناقص هي الشافة، يعني الاي تي ايكوال ام تي ماينس امنين. اذا الام اي قد الامنين وإذا الام تي قد الام ان معناتها الشقتين اللي بدي اوقفوا تحت بيكونوا ايكوال. صح. قلنا الام اي ايكوال ام تي هاي بروبرتي لانه تو تينجز اس تو ذا فروم سيم بوينت ام تو سيم سيركل سي ات اي ان اي. كمان الام تي ايكوال لمين؟ للام ان. للام ان ليش؟ تو تينجز اس تو ذا فروم سيم سيركل سي برايم ات سيم بوينت ام تو ذا سيركل سي برايم ات شو مثلا ات ام تي. عرفتوا شو؟ ساعتها الشقة اللي بتيجي هون ايكوال الشقة اللي بتيجي هون. هلا هيدا اللي رح نكتبه، رح نقول له انه ال ام اي ايكوال ام اي باي 2 تانجنس ايش شود؟ فروم سيم بوينت ام تو سي. ات وين عم يجي تانجنس؟ اي ال اي ات اي ال اي بس بكتب هاي. طيب كمان الام ام ايكوال ايكوال ام تي باي 2 تانجنس ايش فروم ام تو سي برايم هالمره ات ام ام تي ام ام تي بط الاي ان الا شو بتساوي؟ الاي ان كل الشقه اللي بحط ناقص على الشقه الام ان ماينس ام ان ماينس ام اي ام الـ 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 شو بتساوي؟ بتساوي الـ طيب هيدي قلنا عنا الـ M N equal M T هياها والـ M E equal M A هياها فوق شو بنستنتج؟ يبقى عنا الـ A N equal then الـ A N equal لشو؟ الـ A T equal للـ A T واضح؟ هلا بدنا نشوف الـ A N T A شو ايش الـ A الـ A N T A هيدي الـ A رح اوصلها وال انت انا شوف الناتشر لهيدا الفيجر شو هو الناتشر الفيجر الاحمر شو هو مبين ولا هو انه شو؟ ترابيزويد بس بدنا نبرد انه شو ترابيزويد بس الـ A ان ترابيزويد نحن بنعرف من الديفينيشن تعوله it has exactly two parallel sides ومبينين من هلا لازم يكونوا parallel الـ A ولا انت بس بدنا نبرهم ليش هن parallel لبعض؟ قلتوا لي انت باي بروبرتيز انه الام او بارلل بيرفنديكولار على بارلل بس تقول لي اي ليش بارلل بس تقول لي اي لانه هي اكسس اوف سيماتري لا بتقول هي لانه تو تنجز نفس الشيء فين نقول ام الام او از 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 بارلل باي سيكل اوف اي بيكوز الام اي اند ام اي ار تو تنجز ايش ذا فروم سيم بوينت ام تو سيم سيركل ات اي اف سنتر او ات اي ان اكسبكتيف خلص نفس الشيء نفس الكلام كالمره بس في شغله اسهل من هيك هي باي تو ايكوال ستاند بوينت عندي في عندي تو ايكوال ستاند بوينت صح ولا لا؟ من هن؟ الاو الاو ايكوال ستاند من الاي والاي عشان الاو اي ايكوال للاو اي مش هيك؟ كمان طيب الام مش ايكوال ستاند لا 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 الام انت بتبرهني هيدا بدك تسكر للاي اي بدك تلاقي عليها نقطة ثانية ايكوال ستاند الام جاي منها خطين قد بعض يعني ام ايكوال ستاند والاو جاي خطين قد بعض كمان يعني او ايكوال ستاند هي بصير ام اوفر بدك تسكر اول شيء حلو انه عندنا شو ايكوال ستاند صح؟ الام اي ايكوال ام اي شو السبب؟ بروف قلناها فوق معش عيدها مرتين ام في عندنا كمان الاو اي ايكوال او اي ليش او اي ايكوال او اي؟ راديان اوف سي جاهز؟ طيب هاو التنتين صار عندي كم ايكوال ستاند بوينت؟ ام تو او تو ايكوال ستاند بوينت زين الام والاو زين الام هو شو؟ بيربنديكولار باي سيكتور على الاو بي على الاي على الاي على الاي على الاي بيربنديكولار باي سيكتور بيكون لها سيجمنت هون بدي احطها ضروري تكون شو؟ جيلس هاو البانس بيكون جيلس نفس الشيء بالنسبه للام للانتي يلا
نفس الحكي بالنسبة شو؟ أساس فوق الـ M-A equal M-B M-A equal M-A عفواً M-A equal M-A طيب يلا هلا كمان يلا بالنسبة ل M-N equal لمين؟ M-T M-T قلنا هذا true true and يلا لكل شيء بقول لك M-P equal M-P P-N equal P-D كمان the joy of circle C prime ماشي how can then يعملوا من شو انه then the P-N انه M-P 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 طيب بس M-P ولا ما شو قصتهم هو اكس اوبسيمت لا هو هدفي هو خطان بربنديكولر على مين على الصفحه اللي انشطها هذا انا هدفي لو حتى اقول الاي اي والانتي هم يطلعوا الطريقه لازم يكونوا بربنديكولر على نفس الخط شاك هني بربنديكولر على خطين هو خطين هن نفس الخط لا ايه بلا لا ما بيكون فاوند شاك بطل ام O and B أو M O and M B are confounded. How M O and B شو بقول؟ are collinear هون. Then هول خطين شو صاروا؟ parallel two. Then A E and هاي and B are parallel. ليش؟ ليش parallel هول؟ ماشي ليش برد هون؟ ليش برد هون؟ برد هون بس أكتر عنه لا أنا بودي perpendicular both perpendicular تشو؟ أنا شو؟ to same straight line. أنا أنا perpendicular بس أكتر بايسكتر لا مش هني perpendicular بس أكتر يا أستاذ هاي الخط هو same هو perpendicular بس أكتر غيره عرفت شو؟ يعني هني صاروا عنهم شو على perpendicular هن مش بربنديكولار بس اكثر علاج انا بيهمني بس كلمه الزي و90 بطالما هول بربند هيدا الام او بربنديكولار بس اكثر على هول مش يعني بربنديكولار عليهم خلص انا بيهمني البربنديكولار يوصلنا للبارالل انه هن بربنديكولار على نفس الخط ماشي اذا هن بربنديكولار على نفس الخط بقول اذا هن صاروا بارالل لانه بوث بربنديكولار في سيم ستريت لاين واضح ام تي از اتروبيزول ذيرفور انا رح اقول بس عند الاي ام بتساوي الاي اقول ذيرفور انه هن شو A and T A is a trapezoid. A and T A is a trapezoid. Therefore, A and T A is a trapezoid. By two parallel sides. But A and T A equal A D. Equal A D proof. شو بيعني هالشيء therefore A and T A is a trapezoid. Isosceles trapezoid. واضح؟ هيدي هي الكلمة.